يا رجاله، ما وحشتكوش الكاميرا؟ والله العظيم وحشوره جدا جدا جدا. الكاميرا دي مش وحشتك؟ وحشتني قوي قوي. بقالك كتير ما كلمتيش الكاميرا. اه، والواد الخلبوز ده بقاله كتير ما ضحكش للكاميرا. يا ولا يضحك. انت عايز تنام ولا ايه؟ استطلت؟ استحميت واستطلت؟ والله عايز انام. ايه انجي هاني؟ ايه اخبارك؟ ايه انجي؟ الحمد لله. عامله ايه اروى بيه؟ الحمد لله كويسه. تمام. يا الذكرى، حلقت حلقه العيد قبل العيد؟ عشان ايه؟ احنا بنحلق قبل العيد عشان ايه؟ عشان اللي بيضحي ما ينفعش يقص شعره او ضوافره الا امتى؟ بعد العيد. اول 10 ايام في ذي الحجه بنعمل ايه؟ انت مش عارف اي حاجه في اي حاجه يا عم. ممكن تصوريني؟ ماشي. صوريني كده عشان خاطر عايز اقول لهم حاجه. طبعا يا جماعه، في البدايه بحب اشكركم جدا 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 على كل الناس اللي طبعا عزت في ورد سحر وبنطمنكم علينا احنا بخير وتمام. ومش هقول لكم بقى في كميه فيديوهات قد ايه متصوره، بس واقفه على المونتاج دي تاثير مني غصب عني طبعا يا اروى. عشان ايه؟ عشان طبعا انتوا كلكم عارفين ان انا عندي طبعا مزرعه عجول، واحنا في موسم وبنطلع عجول وبنطلع خرفان، كل سنه طيبين. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى على جنب خالص، احنا محتاجين النهارده ان احنا نفرفش ونفرفش حبايبنا معاهم، لان حتى العيال نفسهم ما بيشوفونيش كتير. صح يا اكرم بيه؟ صح يا ابو كرش؟ يبقى النهارده نعمل ايه؟ نفرفش حبايبنا. صح؟ طيب خش بقى لماما عشان قلت لها البسي الطرحه عشان النهارده هنظبط شويه حاجات. صح يا هاني، لبست الطرحه لسه 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 بتسرحي الاستاذه ايتن. ايتن لسه بتسرح. ايتن دي المفروض ما تسرحش. طيب خلصت. سلمي بقى على حبيبنا عشان بقى كتير ما وحشتيش الكاميرا يا سحر. وحشتني طبعا. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم وعلى امه الاسلام جميعا يا رب. وانا بشكر كل اللي عزاني في والدي، الله يرحمه ويرحم ام زياد ويرحم والدتي ويرحم كل امواتنا وامات المسلمين جميعا يا رب. امين يا رب. ويجعلهم في الجنه كده، ويجعلهم يا رب كده في احسن مكان ان شاء الله. هم في هلا احنا لسه طيب بصوا يا جماعه. ايه يا سحر؟ طيب احنا يا جماعه قبل اي حاجه بنحب نقول لسحر شد حيلك كده وخليك قويه. انا النهارده بقى بجهز لمفاجاه هلا. حتى انجي قافل الكاميرا. والله ما كنت عايز افتح الكاميرا عشان الموضوع ده. فقدان صعب يا جماعه، بس هو الاب والام مع بعض، الله يرحمهم ويسامحهم يا رب. معلش. ويجعل نفسهم الجنه ان شاء الله. طيب انا بقى محضر مفاجاه بقى، ضرب نار لسحر النهارده يا ستي عشان خاطر انت بعتين دول. عارفه لو عدت شويه كمان عادي شويه كمان يبقوا مفاجئين. لا والله هم حبايبنا، عارفين طبعا فقدان الام والاب دول اساس اساسا في الدنيا. مشكله سحر يا جماعه ان هي دلوقتي بقت يتيمه يا عيني. انا كده اللي حاسس على راسها ياخد صواب. الحمد لله هم في مكان احسن مننا. وربنا يديهم يا رب يصبرنا كده يا رب. امين يا رب. يلا بقى هنروح نعمل مفاجاه. والله والله سحر ما تعرف بيها. انا هخرج اجيب لكم ايه فطار وهجيب المفاجاه وانا جاي. بس كده موافقه؟ 100. ماشي. بس في اتفاق. في اتفاق. امسحي دموعك. ايوه، قولوا لهم حطوا لايك عشان احس ان انتوا ايه مش زعلانين ان انا عيطت. اكيد طبعا يا جماعه، والله العظيم بنشكركم كلكم. هاتي يا انجي. حتى انجي عيطت. يا نهار ابيض، قلتوا كلكم بتعيطوا؟ كلكم بتعيطوا؟ ماشي جاهزه؟ مش هتقولوا لهم حطوا لايك؟ قول لهم حطوا لايك. حطوا لايك. حط لايك. وانت بص يا محمود اللي بياكل في العبايه ده. ده بياكل فقد عايز ينام اصلا. يا قلب الله يا دودة، ده عنده بدودة. يا روحي جاهزة؟ انا جاهزة. اروح اجيب يعني؟ ماشي يلا روح هات فطار. قول له يا بابا وظبطنا. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم انا اللي مقصر في الفيديوهات، يعني في كمية فيديوهات كتير متصورة، بس انا المشكلة في المونتاج. عندي بقى انتوا عارفين موسم وكل سنة طيبين، واللي عايز عجل العيد يكلمني 010 010 011 010 010 مش هتلاقيني. ايوه، يبعت على الانستجرام وانا ان شاء الله هساهم معاكم كمان. احنا الحمد لله عاملين حاجه لو سحر. امسك كده انجي برضه عشان نسيت اقولها. طبعا عاملين حاجه لو سحر اتفقنا عليها من اول دفعه تطلع من المزرعه للعيد الاضحى، للعيد الاضحى فقط، عشان خاطر برضه ايه ده شغل. اتفقنا انا وسحر ان العجل يطلع بتاع عيد الاضحى بتكلفته، مش عايزين منه مكسب عشان نساهم مع الناس في الغلا اللي احنا فيه. ربنا يوفق الناس جميعا يا رب كده. ودعونا يا جماعه ان شاء الله السنه الجايه تكون على وقفه عرفات. دي الامنيه الوحيده اللي بتمناها ان شاء الله احققها لك. فطبعا احنا الحمد لله مساهمين في الموضوع دوت، فاي حد يقدر يساعد باي حاجه يعملها، وان شاء الله نروح بقى ايه نجيب المفاجاه بتاعتنا. يلا بينا. لا يلا انا بس مش انت. استناك هنا. طيب على ما تيجي. اه استنوني انت هنا. هاخد بس مين؟ خدني اقول ايه عشان لو حبيت اصور ولا حاجه. خلاص سيب لي ناس عشان هسقي الورد والجنينه والحاجات بره، اعمل شويه شغل على ما تيجي. شغال الرشاش وخلاص.
خلاص ماشي راكب الرشاش ونشغل. ايه؟ هتيجي معاك يا بابا. طب سيبها رجلي. اجي معاك فين؟ لا مش هديك معايا. يلا يا انجي. لا تيجي معاك يا محمود. هتيجي مع بابا؟ لا مش هتيجي معايا. لا هتيجي. مش هتيجي معايا. لا هتيجي. يلا. انت عايزه تيجي معايا؟ اه. طيب. يلا روح. عشان تيجي تقول لماما على المفاجأة. ايه؟ يلا. فين الرشاش يا هتيجي انت كمان؟ كلكم هتيجوا؟ انا كده مش هعرف اركب الرشاش ده. طب سيبوا انا بقى اركبوه. مش رشاش الجو حار دلوقتي. يلا يا اساتذة. انا قلت لها انا هعتنها بس. يلا. بسم الله. كابي يلا يا ايتي نسيت العربية انا نسيت افرطش بيها تيجي انجي. يا ايتي اوعي تقول لماما هنجيب ايه؟ ماشي؟ اوعي تقول لماما هنجيب ايه؟ هنجيب فاكهة. فاكهة؟ لا ما تقوليش لماما على المفاجأة. يلا اركب. بسم الله هات المفتاح وانت اللي هتقول. يلا. يلا يا استاذة عارفة احنا جايين هنا ليه؟ مش عارفة؟ تعرفي دلوقتي. ايتي تنزلي معانا؟ تعالي يلا افتحي لها عشان ما تقعدش في العربية لوحدك. بصي بتنزل منين؟ بتكتسر. عدي يلا. عدي بسرعة. يلا. عامل ايه يا كبير؟ عامل ايه؟ الحتة اللي انا كلمتك عليها بقى عايزين نظبطها. ماشي؟ حبيبي الله يكرمك. تعالي تعالي. بسم الله ما شاء الله. عادي في التصوير ولا ما صورش؟ بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. فاهمه هنعمل ايه ولا مش فاهمه؟ ايه؟ لسه مش فاهمه؟ اهو مين اللي قاعد ده؟ الحمد لله يا كبير تسلم ايدك. كل سنه وانت طيب. الكيلو عامل كام السنه دي؟ الله يبارك. كبير ب 190 والصغير ب 200. الصغير اللي هو من تحت ال 40 ولا تحت ال 50 صغير؟ تحت ال 50. تحت ال 50 اه. صوم طيب. لو عايز تعجول قول لي بقى. نرفع بعض. لسه يا معلم. احنا عايزين حاجه متوسطه كده يعني 50 60 مش مشكله. هات دوت لو انت عايز 50. لا بس بلاش ابو فارو كبير ده. ابو فارو ده فاروته صغيره خالص اهو بص. هو ده يعمل له بتاع 70 صح؟ هذا متباع. اه متباع؟ كام؟ حاجه و60 ده. لا سيبك من ده احنا عايزين حاجه شيك هتطلع على اليوتيوب. حاجه شيك. حاجه شيك. حاجه لابسه غرافات. ايت اختاري واحد. خش اختاري واحد. ايه خايفه؟ بص هقول لك على حاجه. هات لي ده اهو. اي واحد. اني واحد كله متباع؟ يبقى في رقم في ودني. اللي فيه رقم؟ متباع. متباع. اللي فيه رقم في ودني يا انجي متباع. عايزه ايه؟ ما ده في رقم في ودنه يا ايتي. طلعه بره بالراحه على قرنه بس. مش هينفع الوقفه من بره كده. طب بص يا جماعه هنقفل بقى اختار وبوريكم في البيت. الله ينور عليك يا معلم. عامل ايه بس؟ تسلم يا كبير. انت طيب يا حبيبي. بنحزمه عشان نوزنه. عقبال كل سنه يا رجاله. كل سنه طيبين يا عم. طيب يا كبير. بسم الله الله اكبر. اللهم صل على النبي. سهل يا محمد 50 على خيرة الله. حلو. يلا هتحسبوا لنا كده بقى من فوق ولا من تحت؟ يلا الحمد لله ربنا يعرف ميزان حسناتك. يا عم خلاص في ايه وانا اول ما اتعامل معاك؟ حبيت افرح سحر بس كده عشان خاطر انتوا عارفين وقفت معانا كتير واستحملت كتير وكانت معانا في فرحنا وعزانا. انت قلت العيش فين البلدي؟ هنجيب بقى شويه حاجات كده. هي اقسم بالله ما تعرفش بس انا عايز افرحها. ماشي حاول نظبط الدنيا كده عشان خاطر ايه حاجه بسيطه كده تفرحها تبسطها. دعواتكم بقى للحاج سيد بالرحمه واتمنى اي حد يشوف فيديو للحاج سيد معايا على القناه يترحم عليه. كان والله معز اكتر من الاب بالظبط. يلا حاسب الكاشير بقى ونكمل. ايه يا زادسه؟ يلا بينا فحى. يلا تعالى عشان تشوف المفاجاه. انت فين؟ بلاش انا المفاجاه انا كنت. لا لا يلا تعالى عشان تشوف المفاجاه. لو هنشتري بين انا مش عارفه زيك. مش عارفه لسه كل ده مش عارفه؟ والله ما عارفه لسه. تعالى 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 محمود احنا ما فيناش من صدمه. والله تعرف تعالى.
هنخرج بره؟ تعالى اقف بس هنا اهو. ايه؟ غمضي عينك. بتقول لي غمضي عينك. اه بتقول لها غمضي عينك على اساس ان هي فاهمه. ماشي. اجي معاك ولا هتعرف تجيب ودي؟ طب هات معلش. اسلم ايدك. انا متشوقه قوي. مستغربه ليه؟ تعالي بس انزلي تحت كده. بسم الله. يا عم ايه يا عم تعملوا ايه يا عم؟ خلوا لك جوه. ماشي ماشي ما تخافش الكلب مربوط. تسلم ايدك. معلش هتعبك في الجنينه هنا. تسلم ايدك. تسلم ايدك بس بس كده عسل قوي. فهمت حاجه ولا لسه؟ لا ما فهمتش لسه عايز افهم. صوت طيب. ده ما تاكلش ده على فكره الخروف بتاعك جعان بياكل النجيله بتاعتنا. ايه يا محمود انت بتعمل ايه ده؟ فهمت حاجه؟ لا ما فهمتش. انت خايفه؟ اه بس انا كنت بتقول لك انت خايفه؟ طب خش جوه خش جوه. بص يا ست صلى على النبي. دي كده ان شاء الله حاجه بسيطه نعملها لاهل الله على روحهم. الله يرحمه ويسامحه. ايه رايك بقى؟ حاجه جميله. مبسوطة يعني؟ الحمد لله. أهم حاجة الكلبة مش عايزة تسيب حد أي حد في الأرض عشان تتجنن. يا ماما بس نلبس لبس تاني؟ بس بكل سهولة كده كل حاجة تك تك يا ماما. امسكي كده انجي عشان إيه النار ما يروحش مننا. بص يا ست ده بقى نسويه ونطلعه مستوي ولا نوزعه لحمة؟ هو أفضل وجبات لأن الناس اللي منهم صايمين. ما انا ماشي بس مش كل الناس بتصوم وبتفطر في البيت لان مش في رمضان. ايوه ايوه خلاص نطلعه كيلوهات لاهل الله. نعمله اكياس ونخرجه. طيب يلا على عده. تسلم يا جهزي نفسك. المهم ان انت تكوني مبسوطه حبيبي طول ما انت في حياتك. أيوة. كده مبسوط. طبعا دي صدقه جاريه على روح المرحوم ان شاء الله الحاج سيد ربنا يتقبل منه زي ما بنعمل لاهالينا. الحاج سيد كان اكثر من اب زي ما قلت لكم. فاي حاجه اي حاجه هتدي سحر انا هعملها. هي ما تعرفش بالموضوع ده ولا طلبتها ولا فاجئتها بس المفاجاه حلوه. اجمل مفاجاه اي كلمه اللي فعل الله. طبعا ما فيش فيها كلام. مفيش بركه اللي انت يا صاحبي حبيبي يا حود. استنونا نجيب بقى العده وانت عارفين انت عارفين الباقي. مش عارف بقى هناك ما يعرفوش فهكلم ابويا وامي لو قدروا يجوا ما يقدروش يجوا عشان ابويا بيحب يسام في الحاجات اللي فيها خير فهكلمهم لو عرفوا يجوا ماشي ما عرفوش يجوا نشوف بقى ايه اللي هيتم. هنظبط والايام جايه كتير ان شاء الله. هتبقى زي ما انت كده؟ لا عادي بقى انا ممكن اغير. انا كده فيها معركه. انا لسه الصدمه على وشي. ليه؟ قلت لك الصدمه على وشي. الله يرحمه يا جماعه ويسامحه ويغفر له هو وام زياد وامواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب. الحاج يعني الحمد لله مش هنقدر نقول حاجه اكتر من كده. وربنا يرحمه. بص جاهز ده على طول ده جاهز على طول. يا معلمه اروى. معلمه اروى. معلمه ايناس شمرت له بسرعه. معلمه ايناس شبه طيب هنحط هنا بقى هننزله هنا ما انا بنده للمعلمه ايناس. انا اروح طيب اغير عشان تشيل معايا المعلم جعفر. هروح البس ازاله واجي. يلا من رجل واحد على تحت. طب ما الراجل هننزله لنا تحت. يلا بس فينا يا بقى فينا مشكله. بله ايه؟ هضطر ابعد بله عشان مش هتسيبنا هتقعد توك 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 توك. اه هتدخلها بقى في الاخر خالص. لا هطلعها في الجنينه هنا. هتدخلها هنا ماشي. هي مش هتعمل حاجه بس هتقعد تهوى. يلا تعالي 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 ده ضيف ضيف وماشي كمان شويه. تعالي تعالي خد الكيلو فضيلة. تعالي 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 يلا بس استنى يا حاجه استنى. ها اقعدي تحت 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 تحت. شاطره يا بنت برافو. يلا يا معلمه عندنا شغل قد كده بس. يلا يا ناس. طب ما انا اشيله انا وانا مش جامد يا بختك. انا لسه هتكل على ناس. انا كده بقى فهمت اللي بيحصل. ما كنتش فاهمه اي حاجه. يعني انت كنت معاه اساسا ومش فاهمه هو بيعمل ايه ولا فاهمه اي حاجه ولا اي حاجه. لبس هدوم العده لبس شغل ال 100 بالله يمسك اي حاجه. بالله يا ست ليه؟ انا كده جاهز الارانب وجاهز الحاجه بتاعتي. اه بس انت تسجلي بس الاول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي من هنا خليكي انجي ما تجيبيش الشغل. ها اروح فين؟ كده بس اعملها على عدتي. بسم الله. ناس اقف على الرجل دي. بسم الله الرحمن الرحيم.
وانا امسك الزي محمود. شيلي الشنط دي يا اروى. شيلي اروى الشنط دي. انت تسيب بس هنا يا صاحبي. بسرعة يا اروى. حلو يمشي. قاعدة انجي؟ جاهز. جبيش هنا ها؟ من عين. خليك ناحية امك بس. عشان الحاجات دي ممنوعة، شدي من هنا يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا استنى. سلام مع الدنيا. خايفة عليك، اوعى بتسيب الرجل. اوعى صباعك يا محمود. ثواني انا اول مرة اربح. لا صباعك بس بتاع بيتحرش. بسم الله. بس بيها صح. مهمة صعبة. بندبح كتير بس أول مرة في حياتي أمسك أسود محمود. ماشي. عشان دي حاجة تبعي. اه والله العظيم بجد. مشاركة فيها. كلنا مشاركين فيها يا جماعة. الله يرحمه ويسلمك. لا لا هرجع أعرف. خدي بقى الكاميرا دي خلاص بقى لما نخلص المهمه الاولى ونرجع لهم تاني. خلصت نفس ولا لسه؟ انا نفخت شويه وانجي بتكمل. خلصت نفس ولا لسه؟ شايفي احنا لسه بادئين. لسه بادئين؟ احنا بنفخ. عايز اصبر. لا في امشي عايزين نزيد. اه كبرين. عشان يبقى سهل بس. الله ينور يا ابو ايناس. عليك يا حبيبي. الحته دي عامله مكوى والحته دي عامله استشوار. الله ينور يا ابو ايناس. قلت لك الحته دي عامله مكوى والحته دي عامله استشوار. اه. خلاص يا انجي ولا لسه؟ معرفش. استنى اللي بيها سحب؟ استنى. اللي بيها على الجنب التاني خلوهم او وقفيه على ظهر. ايوه انفكوا بقى. استنى. يلا انفكوا. عاش يا ابو انجي. بس هو كده خلاص ياخدهم. ولا لسه؟ لا لسه بيتفخ. قولي يا صاحبي وامتك. ايه؟ خبطي. يعني عامل كده؟ اه اشمعنى؟ خبطي. خليكي خليكي. سليم. هو انت ما ذبحتيش قبل كده معانا يا سحر؟ لا ذبحت بس ما اكيد ما كنتش بحضر الحاجات دي. انت مش مركزه بس ايه دي القرف؟ يلا يا قرف. وريني. يلا يا قرف اديها. ده انت كده بتطبطبي. تعالي امسكي دي وانا اقعد. سيبي جامد يا حاجه. في كل حته وانت بتلبسي حته واحده؟ لا انت عارف اللي بيخليني بيعرف ان هو بيزيد ايه؟ رجله لسه بص. ايوه هي رجلي مطبطبه بس خلاص كده. بس خلاص. يلا يا قرف شاطره يا قرف برافو عليك. يلا تسيبيها انجي كده. يلا اسحبي كده بقى. بسم الله. امال انا بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتخافي؟ لا انا سيبي دي سيبي بسم الله. جزارين ولاد جزارين. جزرني دي بسرعه يا جزار يا دي. انت مش ناسي حاجه يا محمود؟ ايه؟ ان احنا معانا اتنين جبانات مستخبين جوه البيت. انت مستخبي ليه؟ انت مستخبي ليه؟ على طول. ها؟ هو انت مش ابوك جزار؟ لا تعالى عشان نتكلم في الموضوع ده. انت مستخبي ليه؟ مش مستخبي. امال ايه؟ مفر. بتتفرج؟ لا انت لسه خارج دلوقتي. يلا انسي ساعد ابوك البس شبشبك وساعد ابوك. وانت تعالي مستخبيه ليه؟ مستخبيه والله انزلي. لا 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 تعالوا يلا ساعدوا بابا اجروا انتوا الاثنين. يلا جد. قادره ولا مش قادره؟ يلا بحضر اجمادي. طب انت مبلوله هتخش ازاي جوه؟ ما تشغلش بالك. ما تشغلش بالي؟ عارفه انا عايزه دلوقتي؟ عايز انزل اتنقع في البسين. لما اقلع الشبشب. خش جاري عشان انزلي هنا انزلي هنا طلعي المايو انا عايز ابوش هتنزلي مع المايه تنزلي المايه ماشي هتنزل يلا 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 عشان ابوشت عشان ابوشت هات المايو ده يلا وانا منك بتنزلي ايه من عيني يلا هتنزل يا ماما يا زميلي يا زميلي يا زميلي يا زميلي يا زميلي هتنزل يا ماما هتنزل يا ماما يا شوتي لا 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 شوتي بيضحك انزلك البامبرز اللي هو بتاعه فين؟ فين المايو بتاع؟ المايو بتاعه اهو والله انا انزله بالبامبرز والله انا انزله بالبامبرز ولا يا شوتي يلا واحد تنطي يا اكرم استنوا يا اكرم تعالى نط من هنا تعالى نط من هنا هتنط من هنا طب يلا واحد اثنين ثلاثة اعوك الله أنزلكم إلا المية؟ لا أو النبي الله فين المايو بتاع؟
يلا يا اكرم ادي اجري. يلا واحد اتنين تلاتة. بص عليك يا برنس، تعرف تعوم؟ يلا روح هناك. هتعرف؟ هذا اشيلك وعوم. هشيلك. طب روح عندي ناس. ده بيمشي. طب والكلب؟ وانت مش هتنزلي؟ ما بنزل. فين ما يو ايتم؟ جوه. هاتي لي ادم. ما تقطصوش من النمر ابدا يا سمراتي. ايه؟ ما تقطصوش. طب هاتي. من النمر احنا مش قاطصين. انا اقول لك بلاش. يا ادم. انت خايفة؟ انت خايفة؟ بنبوش. يا دودو يا حبيبي. بنبوش العفان. مش خلصت؟ مش خلصت الخلوف؟ ايه؟ بصي خايفة على ادم. بص عليك ازاي؟ استني بصي استني نشوف هتعمل ايه معايا. يا ده انا منزله بالبامبس. هاتوا ايه؟ اللي هو اللي هو انا هنط بتاعك. ايه 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 هنط نطة الكلاب. نطة المعيز. انا كده مهمتي انتهت، فاضل مهمتك عشان الجماعة جايين. الجيل ماما تعالى. العيلة كلها جاية. امسك ايده وخليه هو يقف على وش ماما. مين؟ بيعرف؟ اه يلا يلا عوم. بدأ عوم. يا عف 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 يا أكرم أكرم دوخنا. تعالي نعمل سباق يا أكرم. تعرفي تشوطي؟ لا لا تعرفي تشوطي؟ أنت باين عليك مالكش مزاج، مالكش مزاج النهارده. يلا اقفل يبقى الكاميرا وخد اخوك عشان ما يقرعش عشان هو ملوش مزاج. يلا ايه الحلاوه دي؟ انت هتشفيها؟ لا ده احنا لسه بناخد التقيل كده الحاجات الجامده. اه لا خد من هنا خدها كده. ما ارفعي فوق. ما انا لسه بقى ما اشتغلت. انت عجزت ولا ايه؟ اه صح تصدق كده؟ انا لسه صغيره. في حد بيخبط بره؟ شوفي كده يا ناس. انا عندي كام سنه؟ لا يكونوا جم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بس خد بقى الحلقه. لا دي خلاص. السلام عليكم. الدكتور جه. جيت في وقت. والله جيت في وقت. هو ده اللي بيشفي صح؟ يا هلا. السلام عليكم. السلام عليكم. والواد ده برضه جه في وقت. ايه ده كل العيله كانت اللهم صل على النبي. لحمه ايه يا عمو؟ احنا كل شايفه كده. مش عارف. ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا حاج عامل ايه؟ اتوقع ده. ازيك يا ابني؟ نورتونا. جزار اللي ده. ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا زياد احنا لسه ما عملناش اي بس احنا عايزين ناكل لحمه مشويه. مشوي يعني ايه مشويه؟ لحمه مشويه الريش بقى. ماشي الكلاب هنا خلي دي في جنب. التكسير بعدين. زكي يا ولا ابويا فين؟ زكي يا رماء يا نايس بنادي بعدنا. ماشي يا سوسو. انا عامل لسوسو مفاجاه جامده. اه انا عارفش بقى. انا سوسو ما هي هتعرف. اوعى تقول اللي في بالك. اللي في بالك القطة؟ اه اكيد. جبت لها قطة. جبت لها ولا اللي علفه؟ لا جبتها يا راجل. يا بنتي ده انا جايب لك قطة لونها برتقاني. اشتغلت يا بنت. امسكي يا صاحبي. اشتغلها؟ امسكي. والله جبت لها قطة. هي فين اصلا؟ هي فين؟ اتلفت. اوعى كنت سبتها الكلب ياكلها بره. الحق ده جابوا لها قطة بدهب. انت مصدقي؟ ده لا هو حلف لها. مصدقي ما تخليها مكسره يا حدى دي. ماشي عشان الساتور يمشي فيها. انا بس بخفها. شوفوا مين على التليفون. مشمش يلا شلبي. بص محملهولي قبل ما اجيبه فين. ما هو اللي عندك اكبر يا عم. عليا النعمه مش بس اللي بتجي. قلت ابيتها ابيته عندك. قطه بجد ده الواد يا هدى ما بيمشيش من غير ايه ده. نضيفه مستحمي. احنا مش هنخليه نضيفه مستحمل. مش هنخليه. مش هنخليه. قرار سوسو. ده يومين والله العظيم ما بنمشي من غيره. ده فرد من العيله. يعني انا كنت ماشيه؟ لا لا مش هاخده اسيبه. لا انت قلت ما بتمشيش من غيره. اي انا هاخده يومين بقى. هو الحاج سوسو يا باشا. ايوه سوسو الصغيره يومين وبعد كده هفتحه له. عشان هي بتحب. هاتيلي عايز هاتيلي بقى ايه؟
بص يا طلع البتاع هنا. بص اطلع كل اللحمه هنا. بص طلعها دي كده. طب سيبيها 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 عشان الميه. بسم الله عشان تشرب الميه كده. احنا عايزين نطلعها كلها. سيبيها بس البتاع. اقول لك تعمل ايه؟ هتعملي ايه؟ اقطع اللحمه هنا. ما هي لسه مشمرين القطع دلوقتي. طب ما انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هخلص بس اجهز بس اطلع بعد التكسير نبقى نفضي. ماشي يلا. مش محتاجين الالوان في حاجه. انت عم تقول عايز لحمه ايه؟ مشويه. مين يعني اللي مشويه؟ اه وانا عايز ريش بعد مشويه على الفحم. تبلها وتشويها على الفحم. يا على الجريل يا على الفحم. طب ما احنا ما عندناش فحم. مش عامل حسابه جاب فحم. حد يروح يجيب لنا فحم. خلاص اديني منابي وانا اشويه. نجيب حطب عادي. ما ناكل ايه دلوقتي؟ اكل مسلوق. 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 مش عاملين فته ولا هتعملوه؟ ابدأي انت في الاكل بقى وسيبيني زي ده يمسك معايا. انا عايز اقول لك انت هتعملوه اكل ايه يا سهر؟ لسه هنشوف. حبيبي احسن حاجه بقى اللي عندكم دي. ده كناية. دي احلى حاجه عندكم. ولا الله اكبر. قال لي عرفني. انت ذبحت شياد مع ابوك؟ ودي يا ادم ذبحت مع بابا؟ اه ذبح. ما طرطشتوش دم ليه؟ اه خليه يعمل سيمبا. سيمبا؟ انا عايز اقول لك ان القط ده على فكره بيعمل حركات مش زي قط. سيبه باينه يعني بيطلع على الحيطه. احنا اصلا قططنا غير اي قطط يعني. القط بتاعنا بيطلع على السجاده وبيتشقلب في السماء وبيطلع كويسه كده. القط بتاعنا بيطير. بيطير. ايوه احنا ركبنا له جناحات. هياكل مستوي وهياكل نايم. اه شوفوا له حته حلوه كده واكلوها. كل ده عشان قط. ايوه ده قط. ده قط يحيى. حوارات. كل ده عشان القط ده بتاع يحيى. ايوه مالك طبعا. ده متربع على الغداء. انا ماكله جمبري امبارح. جمبري؟ ما تفكر ليه؟ والله العظيم واكل سمك امبارح وجمبري و... ماشي. ورز بصياديه. تروح تجيب لنا فحم؟ يا عم مش عارف. ليه يا عم؟ انا جبت لك الشكاره اللي عندنا. لو قلت كنا عندنا شكاره فحم. هو انا اللي عايز. انت اللي عايز. يا عم لا احنا ناكل مسلوق. ما انا بسيب عندك فحم. ماشي. ممكن على الجريل. احنا هنسلق لحمه ونحمر لحمه. ونحمر لحمه مع الكبده بس. وهتعمل الاكل ايه؟ وفي عيش؟ لا بص اه جايبين لك عيش بس كده. لا انا بقول وفي عندنا. ما احنا عندنا عيش برضه. وفي عيش وجايبه لك عيش ناشف من هنا خمسة. 100 100 يبقى كده جبر. صح يا سحر؟ ما في برضه بس العربيه الثانيه. الطبعه الثانيه جايه. النقله الثانيه كده اتعشينا. كده اتعشينا. النقله الثانيه جايه ورا. اصل احنا كده كده هنعمل فته. ما احنا العيد جاي وهنعمل فته. لا مش محتاجه يعني نعمل فته. هي نعمل تحميره. تحميره كده وشويه رز. ربنا يتقبل. بس كده احنا عاملين الحاجه دي للحاج سيد الله يرحمه. الله يرحمه. فامسك يا زوز. فربنا يتقبل كده. يجعله في ميزان حسناته. امين يا رب. الصدقه يا جماعه بتروح للميت وربنا يدينا ونعمل له مره واثنين وثلاثه وعشر. ارفع يا كبير. اهو ما بقتش عاجبني. اهو ما بقتش عاجبني خالص. اهو لا 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 ما بقتش عاجبني يا زياد. يلا ده العيد جاي وهتنفخ. ليه يعني؟ احنا ده بتبقى متعة. ما هي بتبقى متعة بس. ده انا بحب اتعب في الحاجات دي. ما هي متعة. هي متعة فعلا. ارفع سيك. بص تعالى هنا. ما خلاص انا بس بطلع. لا ما انت تنقل نفسك هنا احسن. خلاص خلصت. انا بس بتطلع. طيب انت تعرف تقطعي؟ اه سيب بس انت دي. تعالى هنا كسر. هو حد شاف فيه حاجة النهارده؟ لا لا ما جاش. يا عم انا موجودة بس ما فيش حاجة عاملة يعني. ما شاء الله زياد رجولة وانت رجولة. فماليش ليش لازم هنعمل ايه؟ يحيى للتقيل. يحيى للتقيل. انا لما توصل للريش هتلاقيني معاك. ريش يا انا في مرحله الريش. الساعه 9 طب انا هطلع المذبح الاول نعمله. ماشي يا حاج محمود. ماشي يا حاج سعديه. ماشي حاج سوسو اللي هنا. الدفعه الثانيه. الدفعه الثانيه جت. والدفعه الثانيه جت. والدفعه الثانيه جت. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. ده احنا حماتنا بتحبنا ايه؟ الله العبرات الله يرحمهم يا جدعان. ايش اللي هبك على اهلا 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 الاستاذه سحر. الاستاذ محمود. كيف وقتك؟ انت فكرتنا بالعيد. ما انا جبت لكم العيد. جبت لكم العيد بدري. جبت لكم العيد بدري. بس ايه المناسبه يعني؟ عاملينه حاجه على روح عمك السيد. اه الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. ويا رب كده يكون هو دلوقتي في المكان الاحسن مننا. ويا رب يغفر له جميع سيئاته. السلاسل عامله شغل نار. السلاسل. السلاسل بس. السلاسل بس؟ لا السلاسل بس. لا ايه رايك؟ حاجه ثانيه؟ سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هود؟ معلش مش عارف اسلم عليك. ازيك يا حاج؟ بالمناسبه دي هنقول كلمتين
الحاج سيد الله يرحمه كان راجل طيب ولا نزكي على الله أحدا ولكن نحسبه كذلك، فربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويجعل مثواه الجنة ويرحم أمواتنا جميعا. أمين يا رب. ده أولا. ثانيا يا أخوانا، هي دي الدنيا. حاج سيد كان موجود في فرح حسن فكان بيقول إن أنا هحضر فرح محمد، ولكن القدر. كل واحد يغتنم الأيام الجميلة دي ويحافظ ويجتهد ويكون صادق مع نفسه. أهم حاجة تكون صادق مع نفسك. الصدق أهم شيء وأهم صفة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة سألوه: المسلم ممكن يسرق يا رسول الله؟ قال نعم. ممكن يزني؟ قال نعم. ممكن يكذب؟ قال لا. ليه؟ لأن طالما الإنسان ما بيكذبش مش هيعمل حاجة من الحاجات اللي نهى عنها الشرع والدين. فالكذب أخطر حاجة في الإنسان المسلم. فنصيحة مني، لأن كلنا في الآخر هنخش المكان ده وهنسأل عن كل شيء. فأنا بشكركم وآسف للإطالة، وربنا يرحم موتانا جميعا، وكل عام وأنتم بخير. ومرة تانية بذكر نفسي وبذكركم الفقراء، ما تنسوش الفقراء، ابحثوا عنهم. الناس دي لا يسألون الناس الحق فسيماهم في وجوههم. ربنا اللي قال في حقهم كده، ما بيطلعوش يقعدوا على الباب ولا يلفوا في الشوارع. لا، الناس اللي ربنا ذكرهم مش دول اللي بيطلعوا ويجونا ويخبطوا. لا، مش دول. دول تعرفهم، ابحث اسأل عشان توصل لهم، عشان تاخد الأجر ان شاء الله. انا بشكركم، كل سنه وانتم طيبين. انا جزار والله. عليك يا برنس. سافك من الحاج يا جدعان. ازيك يا تونة؟ انت يعني ايه اللي تمسك لك يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقطع على طول، ده انا ما بعملش حاجه غير النار. المهم بقى ايه في القصه دي؟ قلبي على العسل. ان انتوا تاخدوا بقى اللحمه اللي انا بقطعها دي وتلحقوا تطلعوا الميه عشان نلحق ناكل. يا ريت. انا عايز اوصل لحد البيت اقفل الموتور هناك والميه عندي عشان تبقى مفتوحه واجي لك على طول. هديك لوحدك ولا معاك حد؟ لا، هاخد نهال معايا. انا ما اقدرش امشي من غير هي اللي هتقفل لي الحنفيه، هي اللي هتقفل الموتور. اوكي. المهم البتاع ده ما يتوسخ عشان نروح تروح تصلي بيه العيد. لا ما هروح. طيب علشان بكوش كله. طيب كان نفسنا محمد البطل يبقى موجود، بس يا محمد يا بطل عايلين لك مدابك، ما تقلقش، عايل لك شنطه تاكلها انت ومراتك لما تيجوا بالسلامه. يا محمد في المالديف لحمه ايه وبتاع وابر معاك؟ عادي عادي عادي، باكل اكل اللحمه الضاني ده لو انت ايه. يلا يا عسل، بس سيبي دي خلاص، روح انت يلا وتعالي. احنا كده كده مش هنتاخر ان شاء الله. احنا هوب 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 وهنيجي على طول. وانا هوب 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 هتيجي تلاقي الاكل مستوي. انا اول ما الاكل يقولوا خلاص قربنا هديك رنة. ماشي يا عشان ما تضيعش وقت على الفاضي. ان شاء الله هيكلك على طول. ينفع اللي ابنك الكبير بيعمله فينا؟ ينفع نبقى قاعدين كده وريحه الاكل هتطلع من مناخيرنا ولسه مش عايزين يغرفوا بسرعه؟ ما بيغرفوا يا عم حسن. مع ما هو برادك اللي شكلها بتتوحى، ما نعمل لها ايه؟ انت بقى برادك عايزين ناكل. دي كبده. ايوه كده. ايوه كده. الله الله يا تونة، الله يا تونة، هو ده الكلام. يا رب الثانيه دي هياكل لحمه. الله على الكلام. يا سيدي يا سيدي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. محمود بيفكرنا بالعيد، بيجيب لنا العيد بدري. جاب لنا العيد بدري. جاب لنا العيد بدري. لسه يا محمود شويه على العيد يا محمود. محمود عايز تشجيع من النار. فين اللحمه المشوربه؟ ده بص ابوك خلاص، ابوك نايم، انت خليت ريحه الاكل تخليه ينام. ادعوا له يعمل بيتها يا ابويا. ونهالها تنام. لا بس لا عليك يا صاحبي. انا عندي سؤال يا محمود. ايه يا برنس؟ مش ان شاء الله اللحمه دي طالعه للناس؟ الحمد لله ان شاء الله. طيب انت ليه حاططها في كيس سمراء؟ نستر الحاجه، الناس ما انت ممكن تستر الحاجه في كيس ازرق، في كيس احمر، لا في كيس لبني. نستر الحاجه، هو يعني اللحمه اهي الحمد لله في كيس شفاف، بس الاسترساع يا حاجه يعني هو الكيس اللي لسه ده يقولوا لا. انا احب ان مثلا تحط اللحمه او الحاجه اللي انت بتديها للناس يبقى في كيس مختلف. لا لا هي بص، عشان خاطر احنا سطرنا اهو 100 100 يا باشا، ربنا يتقبل. تكسبي ثواب، تكسبي ثواب. بص هتحولي عليا الكيس دي وحطها على الشبكه جوه على ما نيجي نوزعها في الثلاجه عشان الجو في الصيف. طب اطلع نيار جدع علينا، قولوني وانا راح.
مع بعض يلا. انا بسال يلا يا يلا يا يلا يا استنوا إيه؟ تعالي يا صاحبي. نعم. هو انت رايحه تحولي؟ انت خلصت الاكل؟ انا خلصت. طيب اتفضلي يلا محمود ناكل الاول بعد كده نعمل ايه؟ لا حتى الناس الاول اللي عايز ياكل ياكل. اللي عاوز ياكل يقول لي محمود تعالى. تعالى. انا مش مستنيه انا باكل. عشان حتى الناس لو كل واحد خد ثلاث او خلص خلص حتى الناس حتى الناس لازم حتى الناس نحافظ عليها. يعني ايه على السفره مش بنحافظ عليها؟ طب بصي حط لي ده في الفريزر مش هتاكل في الفريزر اصلا؟ ايوه على منام الجيش قام اتصرف جعان. ايوه سهر يلا احنا نقعد ناكل يلا بنت قلبي. سلام على شعرك. شعرك طويل جدا عاجبني. ايوه خدت شويه بفكر اعمله راسته. هو يعني مش قصير شويه يعني ولا طويل؟ لا بفكر اعمله راسته طويل جدا بينزل على عينيا حتى شوفي. يلا يا بروس يا حسن حد نايس. بص بص ايه ده يلا يا حجه يا حجه الطقم اللي قاعدين على الكنب دول ايه؟ بقول لك ايه؟ كله ناموا. لو لفيت الدنيا كلها مش هيعرفوا مزاجهم. هو شكلك كان نايم اصلا. تعالى نغير الهيكل. اللي هياكل هياخد عينيا في العيد. تعالى جاي اعرف اكل يا عم. مش حاسس. يا عم امك علمتنا وانا صغير اكل يا عم علموني. يا عم كل كده. بس يا عم. والاكل مسلوق. يلا نهال قوم يا نهال مالك. حيوه حيوه. يعمل بيت ابوه ابوه ممكن اقرب شويه دي الشعار بتاع ام محمود اللي عدت الحدود. كل واحد يقول ايه رايه في الاكل بصراحه. تسلم ده يا ابو ضرب نار. ممكن اطلب طرف صغير وعليه في البيت طرف بعد الزوج. انا عارف اعطيكم على الاكل شويه. ممكن نقرا الفاتحه على روح الحاج سيد الله يرحمه وليه في الفيديو بعد الزوج. يا محمود محمود بص خلاص بقى مش الوقت بقى. عين ايه في جيبه بيعمل حساب بيحجز المعلقة. مين؟ ايه الفتحة يا جماعة لروح عم سيد؟ الفتحة. ابرز. انت قول لنا بقى ايه العيدية هتبقى؟ ده عيد اللحمة. اللحمة. لا يا حبيبي. ولا بعيد ولا بعيد؟ لا يا حبيبي العيد خلاص كمان كده. الحاجة هيتكلم واللي يحكم كده راضي بيه. بقول لك احنا دول بنحرق دول بناكل لحمة مش هيرضينا احنا عايزين عيدية. هم عايزين يعرفوا كل واحد هيطلع كام. بس. لا هي الحاجة دي بتتقلب. الحاجة دي بتتقلب. هو انا مش هحط اللحمة راح ابيع. الحاجة دي بتتحس. وانت كنت بتديني 400 جنيه عايز ازاي؟ طب هتفق معاكم على حاجة. بتتاخد وبتتصرف. هنعمل شروط يوم العيد هنوزع العيدية. اللي هيصلي العيد معانا وهيحضر الذبيح هياخد عيدية. طب يبقى بعد ما ندي. هم انت كده من الواضح انت ما فهمتش السؤال. ما هم عاملين انهم عيدية بس عايزين يعرفوا عيدية كام. لا ما بحددش هي ورزقها. احنا عايزينها دلوقتي مالناش دعوة. لا مش دلوقتي في العيد احنا بس بنقول له ان في عيد. شهر كبير للعروسه دي. احنا بنقول له في عيد. بتتكلم لي اصلا؟ بتتكلم ليه؟ بنقول له ان في عيد عشان اللي يكون ناسي يقول لا مش ناسي. لا مش عيد. والكلام ليك انت كمان. هتقولي معكيش فلوس ما اعرفش هتدينا هدايا. فلوس عند الحكومه يا ليل. مالناش دعوه. مالناش دعوه. وانت هتقولي لما تيجي هتاخد عيد. يا نهار روح هتعمل الحكومه تعجز. مالناش دعوه كلنا كده بالصلاه على النبي هناخد عيديه. عليه الصلاه والسلام اهلا حكيم من تولتيا. حضري بقى العيديه. ماشي مش هاخد العشاء. يحيى لسه نايم صح ويحيى طيب؟ لا يحيى يا يحيى لو يحيى قال اديهم عيديه اديهم عيديه. اتكلم يا ابني انت بتاخد ايديا انت كمان معانا. اتكلم قول حاجه مش من هنا. ادعوا له ادعوا له يعمل بيت ابوه وكمان ادعوا يعمل بيت ابوه. وبكده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا خلص وربنا يتقبل مننا يا رب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك في التعليقات. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو لما حد يتكعبل في فيديو فيه الحاج سيد بالله عليكم ترحموا عليه. وربنا يا رب يجعلها اخر الحزن لينا. ونشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه. جميل. باي.